مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشان الايراني السيد محمود احمد. سيد محمود، اهلا بك. بدايه، استهداف لسفن تجاريه في الخليج، ما الهدف من استهداف سفن مدنيه في هذا التوقيت؟ طبعا عده اهداف اخي العزيز لدى النظام الايراني تجاه الدول الخليجيه، اولا من جهه تجاه امريكا، من جهه اخرى التأثير على أسعار النفط وإيجاد عدم استقرار بالمنطقة، للتأثير على سياسات الدول الأخرى التي يمكن أن تلتحق بالتعاون الخليجي لمساندتها. فالنظام معروفة سياسة استفزازية هجومية عدوانية دائما تجاه العالم العربي كله بأكبر. فأنا برأيي المتواضع والأساس السلطات الإيرانية هي أول من نشر الخبر، يعني إحدى القنوات التي ترتبط بالنظام الإيراني ممولة من النظام الإيراني هي التي أعلنت الخبر الأول. الجرائد الإيرانية كلها كتبت ووضحت، الجرائد الفارسية أنا أتكلم في داخل إيران وكانوا مبسوطين إلى القمة. ما الرسالة التي تريد أن توصلها إيران إن صحت الاتهامات الموجهة إليها؟ هي تريد تبين أنه هذه الحادثة، هي كثيرا قالت أنه حضور الأمريكان بالمنطقة سيسبب عدم الاستقرار، فهم يريدون أن يؤثروا على الاستقرار بالمنطقة وخصوصا استقرار الدول الخليجية، والدول الخليجية دول صغيرة ودول بنفوسها قليلة العدد وغير قادرة، بتصور إيران غير قادرة عن الدفاع بالنفس، فتلجأ للهدوء وتلجأ لمضايقة أمريكا على أنه لا تفعل شيء أو تتأخر حتى الأقل أو غير ذلك حتى تعالج المشاكل بطريقة أو بأخرى. فهي الرسالة بالدرجة الأولى موجهة للدول العربية التي تتعاون مع الخليجية، مع الأمريكان بالتأكيد، لكن الأمريكان طبعا لا يمكن أن هاي التهديدات تؤثر عليهم هم، لأن حتى ولو كانت الدول العربية غيرت رأيها، الأمريكان رأيهم لا يتأثر بأي سياسة من أي أحد. لكن في المقابل سيد محمود، إذا سمحت لي، في المقابل إيران استنكرت العملية واتهمت طرفا ثالثا، من الطرف الثالث الذي تقصده إيران؟ وهل بالفعل هناك طرف ثالث كما تقول إيران؟ طبعا أكيد النظام سبق هذا الحديث، الرئيس الإيراني تحدث عن أنه تحدث عن الوحدة وتحدث عن أنه لا أحد يخطئ ويخلق مشكلة للشعب الإيراني دون أن يعرف، هذا هو اللي أكد بعد الحادث مباشرة، الرئيس الروحاني هو الذي قال هذا الكلام. هذا من جانب. الجانب الثاني هم المقصود في هذا الموضوع من السلطات الإيرانية، هم أرادوا أن يضيعون الضجة اللي خلقوها الفرس في كل مكان في الداخل وفي الخارج، خلقوها على وتبين كل إعلامهم يبين أنه الحادث كان المسبب له هو السلطة الإيرانية. فأنا برأيي المتواضع أساسا الموضوع لا يرتبط بالدول الخليجية بالمرحلة الفعلية، المفروض النظام الإيراني يواجه أمريكا لأن أمريكا هي التي جاءت من أجل مواجهته. الدول الخليجية نعم مستاءة جدا من سياسته، نعم، لكنه لم يفعلوا شيئا. السعودية الآن بواخر اثنين تضررت من هذه العملية ولم يفعلوا شيئا. أما الاتهام الإيراني الذي يقول أنه طرف ثالث، بالتأكيد يقصد الأمريكان، هم صنعوا هذه المشكلة حتى يسببون يأتون بسبب للهجوم عليه. طيب، وزير الخارجية البريطاني صرح أنه يجب أن تضع إيران ثانية على مسار الانتشار النووي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هل تحول موقف أوروبا من مؤيد أو من جانب إيران إلى ربما ضد؟ طبعا هي إيران نفسها قبل عدة أيام هددت أوروبا أنه أعطتهم فرصة 60 يوم
يعالجون المشاكل، واما هو النظام الايراني سيتصرف بالتوافقات النوويه التي حصلت بينهم، بين ايران وبين الدول الخمسه الاخرى. فهذا طبعا كانوا البريطانيين والفرنسيين والالمان اعلنوا استيائهم من هذا، وحتى روسيا اعترضت على هذا الكلام انه يمكن ايران تغير بسياستها النوويه، يمكن ان تتجاوز بعض التوافقات التي حصلت. فطبعا بالتاكيد الاتحاد الاوروبي من جانب ثاني اصلا الاتحاد الاوروبي لن يتمكن ان يفعل شيء لايران فيما يخص الذي يريده ايران. الوحيد الشيء الوحيد اللي يتمكن ان يفعله هو تامين المال للغذاء وللدواء في ايران. وإيران الذي يريد أكثر من هذا، يريد تجارة واسعة ويريد أموال طائلة تنزل للبنوك الإيرانية. وهذا سيد محمود يعني بالنقطة الأخيرة التي سنتحدث بها الآن وهي قضية المعركة بحد ذاتها، يعني التحركات العسكرية الأمريكية الآن يرى البعض أنها مجرد تخويف أو تهديد بشكل أو بآخر لإيران، نظرا لأن هناك سيناريو مشابه يحدث في قرب كوريا الشمالية، أيضا مناورات عسكرية ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أيضا هذا الموضوع لإثارة مخاوف أو تخويف كوريا الشمالية بقضية السلاح النووي وما إلى ذلك. هل تعتقد أن هناك ربما فعلا حربا رابعة ستحدث في الخليج، أم أنها مجرد تهديدات يعني تحركات أمريكية لتحجيم إيران لتخويفها ربما؟ طبعا تخويف ايران وتحجيمها، وهم اعلنوا هذا، اعلنوا انه نحن لازم نريد ان نغير النظام، وترامب نفسه اعلن ذلك، الرئيس الامريكي، لا نريد تغيير النظام في ايران ولا نريد الهجوم ولا نريد. اليوم بالذات اليوم تحدثوا عن انه ليس القصد من حضورنا هنا للدخول في معركه، لكن هذه السياسه الامريكيه لا يمكن الحساب عليها بهذا الشكل. وهذه القوه الهائله التي نزلت في الخليج لم يسبق لها مثيل ان تحضر في اي مكان بالعالم. فلماذا جاءت هنا؟ وامس الامريكان نفسهم اعلنوا للبواخر الامريكيه في المنطقه ان تاخذ الحذر، واذا كان لديها عبور في مناطق خطر تخبر القوات الامريكيه، لكن لم يعلنوا انه نسيرهم حتى او نحميهم او نحافظ عليهم. الى متى؟ الى نوفمبر القادم. هذا تحديد الوقت الى نوفمبر القادم ماذا يعني؟ هم البعض يفسره يمكن يقول انه بمعنى انه في نوفمبر يمكن يعودون ويرجعون الى يعيدون القوى الى امريكا، والبعض الاخر يقول لا هم موجودين لحد نوفمبر ويمكن في تلك الفتره 100 حادث يمكن أن يحدث. وضحت الفكرة سيد محمود أحمد المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك.